السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتي قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كب كيك الشوكولاتة. هنعمله بطريقة سهلة جدا بإذن الله، نتيجة ممتازة ممتازة بجد. أتمنى إن أنتوا تجربوها. نشوف المقادير بتاعتنا. في الأول عندي كوبايتين من السكر، عندي كمان بيضتين. البيضتين يبقوا خارجين من التلاجة من قبلها بوقت كافي، ما يفضلش ان انا استخدم مكوناتي تبقى ساقعة. عندي كده هو كوباية من الحليب، وعندي رشة صغيرة من الملح، عندي كمان كوبايتين الا ربع من الدقيق، عندي 3/4 كوباية من الكاكاو اللي هو الكاكاو الخام الاسباني، اي كاكاو يكون مش محلى مش بتاع المشروبات، وكمان نص كوباية من الزيت، معلقه ونص من البيكنج باودر، نص معلقه من البيكنج صودا، نص معلقه من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله بتحطي، عندك فانيليا باودر بتحطي عادي. يلا نشوف هنشتغل ازاي. عندي البوله بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. لو انت عايز تشتغلي بمضرب كهربائي براحتك، بس هي الوصفه مش محتاجه مضرب ولا مش محتاجه خلاط. طريقتها سهله جدا. اول حاجه هبدا ان انا انزل كده هوت بالبيضتين. بما ان نزلت بالبيضتين يبقى لازم انزل عليهم بالفانيليا، وهبدا انزل عليهم كده هوت بالسكر، وهضرب المكونات بتاعتي لحد ما يبدا ان هما يتجانسوا مع بعض. زي ما شايفين كده هوت انا ضربت السكر مع البيض لحد ما الخليط بتاعي يتجانس. دلوقتي هبدا ان انا انزل عليهم بالزيت. عندي نص كوبايه من الزيت، وهبدا ان انا اقلب كده هوت الخليط مع بعضه. الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين كده هو التجانس. دلوقتي هسيب المكونات دي على جنب، وهاخد كده هو الدقيق، هنزل على الدقيق برشة الملح، هنزل عليه بالمعلقة ونص من البيكنج باودر، هنزل عليه بالنص معلقة من البيكنج صودا، هنزل كمان عليه بالكاكاو، وهبدأ ان انا اقلب المكونات الجافة مع بعض. قلبت المكونات الجافة لحد ما حسيت كده هوت ان الخليط امتزج كله مع بعضه. دلوقتي هبدأ اخد الحليب اللي عندي، هبدأ كده هوت انزل بتلت الكوباية في الاول، مش بنزل بالكوباية كلها، بنزل تقريبا بتلت الكوباية بالشكل ده. بقلب كده هوت الخليط، وهبدأ انزل عليهم بتلت كوباية من الدقيق، تلت المقدار يعني اقصد، وهقلب. هنزل كمان بمقدار من اللبن، وكمان مقدار من الدقيق، يعني بنزل باللبن والدقيق بالتبادل، مقدار من اللبن ومقدار من الدقيق. هنزل بآخر كمية من اللبن، وكمان آخر كمية برضو من الدقيق. قلبت المكونات عندي. دلوقتي هبدأ انزل بالخليط السحري واللي هو بيخلي الكب كيك فعلا جميل جدا وهش وخفيف. المكون الاخير اللي انا هنزل بيه واللي هيفرق جدا في النتيجة اللي هو كوباية من المية المغلية. مية مغلية مية مغلية، انزلي بيها وما تخافيش وما تقلقيش بالشكل ده. نبدأ كده هو نقلب، ما تخافيش هتحس ان القوام بتاعه سايل شوية، عادي جدا. هو دوت اللي بيبقى اللي بيخليه بيبقى خفيف جدا. شايفين القوام بتاعه. دلوقتي خلاص الخليط بتاعي اصبح جاهز. يلا بقى مع بعض نعبيه. عندي كده هو طبعا القوالب بتاعت الكب كيك، وحاطة فيها طبعا زي ما احنا شايفين الورق دي اللي هو القوالب الالمونية. وعندي كده هو قوالب باشكال مختلفة من السيليكون، مش بتحتاج ان انت تحط فيها ورق او تدهنيها مادة دهنية او اي حاجة. وهبدأ دلوقتي ان انا ابدأ اصب الخليط بتاعي كده هو في القوالب زي ما احنا شايفين. باخد كده هو المقدار بتاعي، نقرب كده هو بس تمام، وهبدا انزل. ما بيعبيش طبعا الكميه لحد تلتها، لان اعمل حساب ان هي طبعا لسه هتدخل الفرن، وطبعا هتبدا ان هي الكميه تتضاعف وتزيد. هعبي كل كده هوت المقادير اللي عندي، وهعبي برضو معاكم السيليكون.
ثبت الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين في القوالب كده اهوت. ودلوقتي هبدأ ان انا ادخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا تلت ساعة، بتتابعيه من وقت من التاني لحد ما تحسي ان هو بدأ ان هو يستوي معاكي. وده شكل الكب كيك بتاعي بعد ما استوى وخرجته من الفرن، جميل جدا وهش جدا جدا. دلوقتي هنفتحه مع بعض وهنشوفه. طبعا خرجته من الفرن وسبته ان هو يبرد تماما، وهنبدأ نزينه. طبعا في التزيين بيرجع لك على حسب ما انت حابة، على حسب ذوقك، بنديكي افكار وانت بتختاري على حسب ما انت حابة. انا هنا هختار كده هو الطريقة بسيطة وفي نفس الوقت بتدي شكل جميل جدا. هاخد كده هو الكب كيك بتاعي وهبدأ ان انا افتحه كده هو بالسكينة، هبدأ ان انا اقسمه شكل ده. شايفين قد ايه من جوه جميل جدا وهش وطري بجد زي النايتي، جميل جدا. هبدأ ان انا اقسم كده هوت كل الكب كيك اللي عندي بالشكل ده، هقطع كده هوت بالسكينة. قطعت كل الكب كيك اللي عندي بالشكل اللي احنا شايفينه كده هو. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اخد الجزء اللي فوق اللي انا كده هوت قطعته، تمام. هركن الحاجات دي كده على جنب. انا دلوقتي هشتغل في الجزء ايه، الجزء اللي هو الفوق القبة بتاعت الكب كيك، وهبدأ ان انا بقطعة على شكل قلب، بقطعة مدورة اللي على حسب الموجودة عندك. يعني ما تلتزميش بشكل معين، مش موجودة عندك بالقمع بتاع الكريمة وتبدأ تقطعي. انا هنا عندي قطعة شكلها قلب بالشكل اللي احنا شايفينه. دلوقتي هبدأ ان انا اقطع الجزء ده، هبدأ ان انا افرغ الجزء بتاع الكب كيك، تمام بالشكل ده. مش مشكلة لو اتفتح مني، هو هيتدارى، تمام. هبدأ كده هو اقطع كل الكمية. طبعا الاشكال اللي خارجة دي مش بنرميها اصلا، ممكن تتاكل كده، ممكن نزينها، ممكن نعملها كيك بوبس. قطعت طبعا الكب كيك زي ما احنا شايفينه كده هوت بالشكل ده، ببدا احطهم كده هوت جنب بعض، وهبدا هيكون عندي سكر بودره. انا هبدا ان انا انزل كده هوت برش على السطح بتاع بتاع الكب كيك، بحاول ان انا اغطي كده هوت السطح. وهنا عندي كريم شانتيه انا ملونه بالوان جل، طبعا الالوان برضو بتختاري فيها على حسب ما انت حابه. انا ملونه بالاربع الوان، الاحمر والازرق والاصفر والموف، على حسب ما انت حابه. وحطاهم في الاكياس اللي هي بتاعت السبوع، الاكياس دي بتبقى جميله جدا، بستخدمها معايا في التزيين لان استخدام مره واحده وبرميها. بفتح فتحه صغيره في الكيس بالشكل ده وببدا ان انا احط الطبقه من الكريم شانتيه على سطح الكيك، وبتبداي ان انت تسويها بالمعلقه. المعلقه بتبقي حطاها في ميه سخنه علشان تديكي السطح الاملس الجميل دوت اللي احنا شايفينه. وببدا ان انا اغطي كده هوت الكب كيك بالوش اللي احنا كنا فاتحينه على شكل قلب. شايفين طبعا شكله جميل جدا. هشتغل معاكم كمان واحده تانية باللون الاصفر، وهنعمل كل واحده بلون معين. شايفين اللون الاصفر جميل جدا وتركيزه عالي. برضو بنبدا ان احنا نساوي كده هوت سطح الكريمه من فوق بالمعلقه، بحط كمان الطبقه التانية اللي هو على شكل القلب. شايفين الشكل جميل جدا والالوان ممتازه. وهعمل كمان معاكم واحدة تانية باللون الأحمر، نفس الفكرة دي برضو هعملها بجميع الألوان اللي عندنا. أهم حاجة إن احنا نعمل اللي هو تسوية السطح بالمعلقة، بتبقى في المية السخنة. ودي كمان واحدة باللون الأصفر، شايفين اهو شكلها جميل جدا وألوانها برضو جميلة جدا، واللون مركز وعالي. وادي اللون كمان، اللون اللي هو التركواز بنفس الطريقة. بناخد برضو كده هو شكل الدبدوب، في التزيين طبعا ما فيش قانون معين، بتزيني على حسب ذوقك، على حسب الموجود عندك. ممكن كمان تخلي ولادك لو عندك اطفال صغيرين يساعدوكي في التزيين. شايفين خلصت تزيين الاشكال اللي عندي بالشكل ده. طبعا الاشكال جميلة جدا زي ما احنا شايفينها، والالوان مبهجة جدا ومفرحة للاطفال. لو عايزه تسيبيهم كده هوت بتسيبيهم، لو عايزه كمان تزينيهم عندي كده هوت كريسبي الوان مختلفه. ببدا زي ما احنا شايفين قدامنا ان انا اوزع عليهم كده هوت وحدات من الكريسبي. والمرحله دي لو عندك اطفال وحبيتي ان انت ولادك ان هم يساعدوكي، بيساعدوكي فيها، بيبقوا مبسوطين جدا وفرحانين جدا. بتزيني بالشكل عشوائي باي طريقه، كل ما بتحطي حاجه جديده بتغير وبتجدد في الشكل وبتدي له شكل اكتر جمالي
يعني. طبعا شايفين الاشكال ببساطه جدا الموجوده عندك، يعني مفيش قانون معين او مفيش يعني اقولك ان انت تشتري حاجه بعينها. لو عايزه تستغني عن حاجه من الحاجات دي بتستغني، لو عايزه تزودي حاجه على حسب ما انت حابه. بديكي بس الفكره وانت بعد كده بتطبقيها على حسب وقتك وعلى حسب ظروفك. وده الشكل النهائي للكب كيك اللي انا عملته. جميل جدا. مكوناته موجودة في كل بيت. طريقته سهلة، نتيجته جميلة. ولادك ان شاء الله هيحبوه، هيفتح نفسهم على الاكل. طريقته في التزيين برضو بسيطة مش مكلفة، واداني شكل جميل والوان جميلة. ودي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة واعملوا لي لايك وشير. الى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.